صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 83 لسنه 2023 بتعديل الماده الاولى من المرسوم رقم 26 لسنه 2021 باعاده تنظيم وزاره الصحه وذلك بناء على عرض وزير الصحه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. الماده الاولى يلقى البند اثنين من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من المرسوم رقم 26 لسنة 2021 بعادة تنظيم وزارة الصحة